السلام عليكم، أنا محمد غنايم. فياكلو زيانوف سيدة روسية أصيبت بأزمة قلبية حادة في عامها 49 إثر تعرضها لآلام في منطقة الصدر، ليتم نقلها في الحال إلى أقرب مشفى في محاولة لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان. الطبيب المعالج هناك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أعلن وفاة فياكلو رسميا. بدأ عائلتها وزوجها بمراسم الدفن وفوضعت في الكفن، وتوافد الناس إلى منزلهم وتعالت أصوات البكاء والدعاء لها. وفجأة تستيقظ فياكلو على أصوات بكائهم عليها. اتضح أن الطبيب المعالج طافي لتجد هذه السيدة نفسها داخل الكفن في موقف مخيف جدا. هذا الأمر سبب لها صدمة نفسية كبيرة جدا، كتمت أنفاسها حيث لم يستطع عقلها استيعاب وإدراك ما يحدث من حولها وما قد حدث لها، فبدأت آثار الصدمة بالظهور عليها. بدأت فياكلو تصرخ وترتجف إلى أن أغمي عليها من هول الموقف وآثار الصدمة، ويتم نقلها مرة أخرى إلى المشفى في ذهول الجميع، ليعلن الأطباء بعد دقائق من دخولها موتها المؤكد. ماتت حقيقة هذه المرة، ليسجل التاريخ أن فياكلو لم تمت أثر السكتة القلبية بل ماتت من آثار الصدمة. الصدمة النفسية هي خلل يصيب العقل إثر تعرض الحالة أو الشخص لبعض الأحداث المفاجئة التي لا يستطيع العقل والجسد تحملها. فهذه الأحداث قد تكون مفاجآت سعيدة، كأن يقوم البعض بإخافة شخص ما في يوم ميلاده، ولا يقتصر الأمر على النوايا الحسنة وبعض الاحتفالات، بل أصبح تجارة. نعم، تجارة الصدمات، كملاهي ألعاب الرعب أو برامج تلفزيونية تتفنن في وضع شريحة من الناس تحت تهديد معين، مثل وضعهم مع حيوانات مفترسة كالأسد، حيث أثبت مجموعة من الباحثين المختصين في مقال نشر في مجلة الصحة البريطانية بأن مشاهدة أفلام الرعب تؤدي فعليا إلى الموت. وأكد الدراسة إلى وجود اختلال في الدورة الدموية لدى مدمني أفلام الرعب، والارتفاع المتكرر في الأدرينالين بسبب المشاهد المخيفة المتكررة التي يشاهدها مدمني أفلام الرعب. ويوجد الكثير من حالات الوفيات التي حدثت في قاعات السينما في جميع أنحاء العالم، وأغلبها كان في الهند عندما طلعت إلى الإحصائيات. ومن هذه الصدمات النفسية تلك الناتجة عن الحروب والقتل نتيجة لتعرض الشخص لحادث أو انفجار، فيستيقظ في إحدى المشافي غير مستوعب لما حدث له، ثم يجد أمامه مفاجأة أخرى عندما يكتشف بأنه قد تم بتر أحد أطرافه دون وعي منه، دون سابق إنذار، دون مبرر لكل ما حدث له. إذا تعرضت في يوم ما لنوع معين من الصدمات سواء في الصغر أو الكبر، فأنت من المؤكد مررت بخمس مراحل. أولا، تنعزل عن الأقارب قبل الغرباء، وتسيطر عليك فكرة واحدة أن كل ما يحدث لك الآن هو حلم وستستيقظ منه. فعندما تدرك أنه ليس حلما تغضب، تبدأ في عتاب وجلد ذاتك وكل المتسببين في مشكلتك، وأحيانا تلوم القدر سواء في قرارة نفسك أو علنا. فعندما تتعب من الغضب يهدأ عقلك وتبدأ بالمساومة والإقناع في مشكلتك، تبدأ بإقناع نفسك بأن الأمل ما زال موجود وأن المستحيل مستحيل الوجود. فربما تبدأ بالتفكير للسفر والعلاج في الخارج أو السفر للحج وتقرب الله سبحانه وتعالى. فعندما تبحث عن الأمل وتساوم الأحداث على نفسك كالغريق بطوق النجاة، هناك يتمكن منك التعب الجسدي والنفسي، فتتوقف عن المحاولة، تتوقف عن الأمل، تصاب هناك بحالة نفسية واضطراب شديد يسمى بالاكتئاب، الذي قد يستمر معك لسنوات عديدة بأعراضه العديدة من حزن واكتئاب وعزلة عن الجميع. ثم نصل للمرحلة الأخيرة وهي القبول، وهي الأفضل والأهم، حيث تبدأ فيها الحالة بقبول الوضع الجاري وأن ما حدث تقدير إلهي وأنه قد يكون خيرا له، فيبدأ بالتسليم والتصالح مع الذات ووضع خطط جديدة في حياته. وتعتبر هذه الخطوة كما يصرح كبار العلماء النفسيين بمثابة طوق النجاة لمن يعانون من آثار الصدمة. فتجد أن الأطباء دائما يحاولون اختصار المراحل الخمسة وصولا إلى مرحلة القبول والتسليم من خلال بعض الفعاليات والنشاطات التي يطبقون على الحالة نفسها، لأن في هذه المرحلة يستعيد المريض نشاطه وحيويته وتتحسن حالته النفسية ويتخطى آلامه، بل ويكتشف طرق جديدة ربما تكون سببا في سعادته. والبعض يكتسب هوايات ومواهب جديدة تقلب حياتهم رأسا على عقب من الأسوأ للأفضل والأروع، فتصبح الصدمة بمثابة ذكرى يفتخر بها ذلك الشخص أنه استطاع تخطيها، وفيشعر بمدى قوته وإرادته وتحمله. درجة استجابتنا للموقف تختلف من شخص إلى آخر، شدة الصدمة أيضا تختلف من شخص إلى آخر. فربما لو رأت فتاة حادثا في الطريق وجثة مغطاة بالدماء، ربما لو أصيبت بصدمة كبيرة وأغمي عليها، كما حدث مع بعض الأطباء والطبيبات عندما شاهدنا أول جثة في كلية الطب. وعلى العكس تماما، هذا الموقف نفسه ربما لو شاهده سائق حافلة ربما لن يتأثر إطلاقا، لأن لديه
ما يسمى بالمناعة من الصدمات، فتعلمنا منذ الصغر أن الموت حق، وأن للجميع في هذه الدنيا نهاية واحدة وهي الموت، وأنه سيأتي يوم يموت فيه كل المقربون. ومع ذلك تكون الصدمة كبيرة جدا عندما نجد أن أحد المقربين قد غادر الحياة بلا سابق إنذار، بلا عودة. في مثل تلك المواقف، مواقف الموت، كيف يتم التعامل مع الصدمة؟ لقد ضرب لنا الدين الإسلامي أروع الأمثلة في هذه الجزئية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وبكى. بكى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بأن البكاء مشروع وأن الحزن لفترة مشروع، وهذا الأمر يؤكده الأطباء النفسيين بأن البكاء من أفضل الطرق للتخلص والتنفيس عن الغضب والحزن الشديد، وأنه لا يجب أن تطول فترة الحزن، بل يجب أن نقوم وننهض ونتعافى للعمل والحياة لتستمر الحياة. في النهاية أحبتي في الله، أسأل الله أن يرزقكم الصبر عند الابتلاء، اللهم آمين. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. أثبت مجموعة من الباحثين المختصين في مجال